بأكثر من 6 ملايين نسمة ومدن 6، وعلى مساحة تفوق 20,000 كيلومتر مربع، تحتل جهة الدار البيضاء ستاد مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني باعتبارها قطبا صناعيا وتجاريا هاما، مكانة فرضها الموقع الجغرافي وأكدها البعد التاريخي الذي وإن اختلفت على قدمه المصادر والدراسات فقد اتفقت عليه المآثر والتراث. التراث المادي ولا مادي هو كنز حقيقي كيعكس الموروث الثقافي التاريخ ديالنا الذاكره ديالنا، وفي الحقيقه هي لكل بيضاويين ولكل مدينه الدار البيضاء، انطلاقا من واحد الاتفاقيه مهمه توقعت امام جلاله الملك للحفاظ على التراث. انخرط مجلس مدينه الدار البيضاء اولا في الاحصاء ديال هذا التراث، سواء كان البنايات، الجانب الفني، كل ما هو مادي ولا مادي، بعد ذلك المحافظه عليه، ثم التثمين ديالو. وهذا مهم، كي موضوع كيهم جميع المتدخلين، المجالس المنتخبة، القطاعات الحكومية المعنية، القطاع الخاص، الفاعل المدني، فإذا جميعا من أجل الحفاظ على تراثنا، الحفاظ على هويتنا، الحفاظ على ذاكرتنا. إذا مفهوم التراث هو الإرث، أي ما يتوارث الأجداد، وهذا الحفاظ على التراث من طبيعة الحال هو أصبح اليوم الوعي به وعي دولي، لأن كاين معاهدات متعددة ديال اليونسكو 72 2003 2005، وعلى الصعيد الوطني تكرس هذه الأهمية ديال الحفاظ بالدستور ديال 2011 اللي وضع الموروث الثقافي في خانة المنفعة العامة، بحيث أصبح المحافظة عليه مسألة إجبارية، ما بقاش اختيارية، وبالتالي فإن جميع المكونات ديال المجتمع سواء الدولة أو المنتخبين أو المجتمع المدني هما مطالبين بإلزامية الحفاظ على التراث. وشركة الدار البيضاء للتراث من المهام الأساسية ديالها هو المشاركة في التنسيق للحفاظ والصون وتثمين التراث. عنصر آخر من عناصر التميز التراثي في جهة الدار البيضاء ستاد التراث اللامادي الذي يكشف عن غنى ثقافي وحس إنساني وفني عال متمثل في التقاليد العريقة الضاربة في عمق التاريخ والناجمة عن حضارات عظيمة مرت من هنا، خلفت مواسم دينية وإيقاعات موسيقية وحرفا يدوية. جهة الدار البيضاء ستاد جهة غنية بتراث ثقافي وطبيعي متنوع، من بين هذا التراث الموجود في الجهة يحتل التراث الثقافي غير المادي حيز مهم جدا، كيتجلى في المجالات اللي كان نوجدوها في اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003. هذه الميادين هي التعابير الشفوية، فنون العرض، والاحتفالات والممارسات الاجتماعية، المعارف المرتبطة بالطبيعة والكون، ومهارات الصناعة التقليدية. هذه الميادين الخمسة اللي وضعتها اتفاقية اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وهي كلها كنوجدوا منها عناصر موجودة في جهة الدار البيضاء ستاد. وتقديرا منها لتراث غني وتاريخ حافل احتفظت به الجهة على مر الحضارات والسنوات، بادرت منظمة اليونسكو لتسجيل مدينتي الجديدة سنة 2004 والدار البيضاء سنة 2014 ضمن قائمتها للتراث العالمي، لتشهد بذلك على القيمة التاريخية والتراثية لجهة الدار البيضاء ستاد على المستوى الدولي. La convention de l'UNESCO de 1972 pour la protection du patrimoine mondial et l'un des instruments normatifs phares de l'UNESCO dans le domaine de la culture. C'est aujourd'hui une convention qui regroupe sur la liste du patrimoine mondial plus de 1000 sites. Pour qu'un site soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial, il doit remplir un certain nombre de critères. D'abord, il faut qu'il soit de valeur universelle exceptionnelle. C'est la condition sine qua non. Alors cette valeur universelle exceptionnelle est définie et atteinte prouvé par un certain nombre de critères. D'abord, il y a une liste de 10 critères qui se trouvent dans ce que nous appelons les orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention, donc un peu de manuel de mise en œuvre. Il faut satisfaire un de ces 10 critères. Ensuite, il faut remplir ce que nous appelons les conditions d'authenticité et d'intégrité.
Et puis, il faut absolument que le site satisfasse les conditions aussi requises par l'analyse comparative, qui ferait qu'il puisse justifier, en comparaison avec d'autres biens, qu'il peut être inscrit. وباعتبار التراث ذاكرة حية وقيمة معنوية مستمرة عبر الأجيال توجب حفظها والترويج لها بتضافر جهود كل المعنيين والفاعلين في الجهة فإن شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتراث وإيمانا منها بدور التراث وقيمته الإنسانية والفكرية تقدم لقاءات دورية من أجل التعريف بقيمة تراث جهة الدار البيضاء سطات وأهميته سياحيا وثقافيا واقتصاديا. تراث جهة الدار البيضاء سطات ثروة للتعريف.